قصفت الطائرات الجوية الحربية الإسرائيلية بشكل متعمد عددا من المخابز في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين الذين كانوا بداخلها وفي محيطها. وكان طيران الاحتلال قد قصف ودمر 5 مخابز في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، إما بشكل مباشر أو باستهداف محيطها، وأدى القصف إلى استشهاد عشرات الشهداء ومئات المصابين في صفوف المصطفين في الطوابير لشراء حاجياتهم من الخبز.